مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم الكباب التركي. عندي 600 جرام لحمه مفرومه ناعم، ملعقه طعام حار، ملعقتين طعام زيت زيتون، ملح على الذوق، بصل صغير مقطع ناعم، 3 حبات ثوم مطحونين، بابريكا ملعقه صغيره، كمون ملعقه صغيره، وفلفل اسود نص ملعقه صغيره. لنبلش، بحط البصل والبهارات والثوم، زيت الزيتون، ملح، والحار، وبدعك بإيدي. هيدا الكباب بعد ما دعكته، شفتوا كيف صار؟ هلا بدي شبكه. عندي شوية مي، بغط شوي بالمي ايدي بهاي الطريقة هيك. شفتوا كيف؟ هيا هلا بدي احطه بالتوستر، شايفين؟ بشويهم بهاي الطريقة. بعد ما حميت التوستر حطهم عليها، شفتوا كيف؟ بعبدهم. هذا الكباب التركي اللي عملته انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الخبز التركي. عندي نص كيلو طحين، مي فاتر، حليب فاتر نص كوب، ربع كوب زيت نباتي، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقة طعام لبن، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة خل صغيرة، ملعقة خميرة صغيرة كمان. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا عندي طحين، بحط فوقن المواد الجافة كلها، ملح، خميرة، سكر، بحركن شوي، بحط الخل، اللبن، الزيت النباتي، الحليب، كمان بحرك شوي. هلأ بعجن بالإيد. هيدا المي شوي شوي حسب الحاجة، بحط مي، بعد بدي شوي مي، بصرت العجينة بهيدا الشكل. هلأ بدي أقسمها لثلاث كرات، برش رشة طحين خفيفة لأقدر شيلون. بسم الله. هذا الشكل. حاول قسمها ثلاث قسم. بسم الله. على هذا الشكل برش رشة طحين خفيفة. عشان ما تلزق.
برقة شوي للعجينة. برقهم بهيدا الشكل وبغطيهم وبخليهم يخمروا على مهل. بصروا بهيدا الشكل تضاعف حجمهم، خمروا منيح، بشيل النايلو. عم حمل الفرن على درجة حرارة 250. بجيب اي شي بعمل بهيدي الطريقة هيك، بحاول. هون عندي صفار بيضة مع ملعقة صغيرة خل وملعقة صغيرة حليب. بدهن، بحاول ادهن منيح عشان يتساوى اللون بس تستوي. هيدا البيض والحليب والخل بيعطي كتير لون حلو على الخبز. هلا برش شوية سمسم، هيدا الشكل، وعندي الحبة السوداء، وفي ناس بيقولوا لها حبة البركة كمان، نفس الشي، رشة خفيفة بهيدا الشكل. بعد ما دهنتهم ورشت عليهم حبة البركة وسمسم بحطهم بالفرن. بس بعد ما طلعوا من الفرن، واو، شفتوا كيف شكلها؟ كتير ناجحين. هذا الخبز التركي اللي عملته أنا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The English recipe for this video is in the description box. Bye bye.